الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد. احق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واليه المصير. سبحانه سبحانه يحيي ويميت، بيده ملكوت كل شيء، يجير ولا يجار عليه، يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. أعلم الخلق لله وأعبد الخلق لله، نبي الأنبياء في عالم الأرواح، وتحقق ذلك في عالم الشهادة يوم الإسراء والمعراج، حيث أن الله حشر له الأنبياء وهم في برازخهم حتى يتشرفوا به ويصلوا خلفه في هذه البقعة المباركة، فأمهم في الأرض كما كان إمامهم في عالم الأرواح، وأما الملائكة في البيت المعمور وأتم به جبريل ومن عدا من الملائكة، فنبينا لو لم يكن أفضل الورى ما أم في أرض ولا أم في سماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا الحسن خامس الخلفاء الراشدين، وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين، ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ونحن في شهر شعبان وفي منتصفه ليلة النصف من شعبان، وفي هذا الشهر ما فيه من الخير، حتى أنه سمي شعبان لتشعب طرق الخير فيه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخصه بمزيد الصيام، حتى أنه كاد يتم هذا الشهر صياما. وكان سيدتنا عائشة تقول كان أكثر ما يصوم في شعبان، حتى أنه يصوم الشهر كله أو كاد إلا يوم أو يومين. هذا الشهر الذي جعله الله سبحانه وتعالى قبل شهر رمضان ليمهد الأرواح والقلوب والنفوس، لأن تقبل على الله في هذا الشهر المبارك وهو شهر رمضان، فيمهد لهم بهذا الشهر المبارك أيضا، فهو استمد بركته من رمضان وخصه الله بخصائص كثيرة. ولذا علينا أن نهتم بهذه النفحات الزمانية، ألا إن الله في دهركم لنفحات، أي في زمانكم. وما قلنا
كما قلنا فيما سبق أن الزمان ما هو إلا إناء فارغ ليس فيه إلا ما وضعته فيه، فإن لم تضع فيه شيء فر منك ولا تستطيع أن تحصل عليه مرة أخرى. فبقدر ما وضعت في هذه الثواني بقدر ما كنت حيا، وإذا ضيعتها كنت ميتا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس. فالثواني ما هي إلا أواني، وهي وحدة الدهر أو وحدة الزمن، وإن كان الزمن ينقسم أيضا، هذه الثانية نفسها قابلة للانقسام إلى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي كل لحظة ولو كانت كسور بملايين الملايين من الثواني، إلا أن الله له في هذه الثواني وفي هذه اللحظات التي لا ندركها أمر ونهي سبحانه وتعالى. فشهر رمضان وشهر شعبان وشهر رجب وشهر شوال وذو القعدة وكذلك شهر ذو الحجة ثم المحرم، هكذا تتوالى على أمة النبي الأزمان المباركات، وشحنها النبي بالأعمال والطاعات ليعلم أمته كيف يعبدون الله في كل آن وفي كل زمان، حتى تكون أمته أعبد الأمم وتكون أمته هي أشرف الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكرامة الناس بالتقوى. فالله سبحانه وتعالى جعل أمة النبي أمة التقوى وأمة العبادة وأمة الذكر، لأنها تمت بأكثر الناس عبادة وأعلم الناس بالله وأخص الناس بالله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم. بعد 3 ليال ليلة النصف من شعبان، إذا غربت الشمس يوم الاثنين القادم تبدأ ليلة النصف من شعبان، فهي ليلة مباركة تبدأ بنهاية صوم سنه النبي صلى الله عليه وسلم وصوم يوم الاثنين. ودعوة المسلم عند فطره مجابة، فما بالك وهو في ليلة أيضا تتضاعف فيها الإجابة، ويقبل الله على العباد أكثر مما يقبل عليه بأي زمان آخر. فعليك أيها المسلم أن تقتنس هذه اللحظات وهذه الأيام وهذه الليالي. فكم من إنسان كان معنا في مثل هذه الأيام في العام الماضي، والآن هو في بطن قبره وفي برزخه، فنحن لا نعلم هل تأتي علينا مرة أخرى مثل هذه الأيام ومثل هذه النفحات أم لا. وكم من إنسان يبني بيتا ولا يسكنه، ويعقد عقدا على امرأة ولا يدخل بها، ويدخل في مشروع ولا يبني ثماره، ويزرع أرض ولا يأكل منها، لأن الأجل يأتي بغتة. فعليك أيها المسلم أن تحتاط لذلك. ليلة النصف من شعبان لها خصائص عجيبة، فهي ليست كسائر الليالي، لأن الله سبحانه وتعالى في سائر الليالي ينزل في الثلث الأخير من الليل، وفي روايات في النصف الأخير من الليل، ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، ويقبل على عباده. في ليلة النصف من شعبان ينزل من أول غروب الشمس، فهي مخصوصة بذلك. فالله سبحانه وتعالى في كل ليلة له نزول، والنزول بمعنى التقرب إلى عباده بالمسارعة إلى المغفرة لهم وإثابتهم على ما هم عليه من طاعات، وليس نزول حركة ولا نزول انتقال، لأن الحركة والانتقال يحتاج إلى حيز، والله خارج عن ذلك كله. والله سبحانه وتعالى في هذه الليلة بمجرد غروب شمسها ينزل إلى السماء الدنيا، ويبسط يده لكل داع ولكل عابد ولكل ذاكر ولكل مكروب، وكلنا مضطر إلى الله وكلنا محتاج إليه، فعلينا أن نلجأ إليه في هذه اللحظات حتى طلوع
حتى طلوع الفجر. في هذه الليلة يغفر الله سبحانه وتعالى كما ورد في أحاديث كثيرة رواها أهل السنن، من بينهم الإمام البيهقي وكذا الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه وغيرهم، أن الله يغفر ويعتق من النار بعدد شعر غنم قبيلة كلب. وقبيلة كلب في عصر النبي كانت أكثر القبائل تملك غنما، فهو عدد يعني مبالغ فيه في الكثرة، هذا في عرفنا، ولكن عند الله لا مبالغة، فالله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء. بعدد شعر غنم كلب يعتق من النار في هذه الليلة، ليلة واحدة. لم يرد مثل هذا في ليلة القدر، لم يرد مثل هذا في ليلة عرفة هذا العدد. فهي ليلة لها نوع خصوصية، يغفر ويعتق من النار بعدد شعر غنم كلب. إلا انتبه إلى هذا الاستثناء حتى لا تكون مستثنى، إلا لمشاح أو عاق والديه أو قاطع رحم أو مدمن خمر أو مشرك. والحمد لله أمة النبي بعيد عن الشرك، ولكن يبقى الأربعة. إذن الله سبحانه وتعالى يغفر ويعتق نيران من النيران كل مسلم لأنه فر من الشرك، بشرط أن يكون متجنب لأربع كبائر: أن يكون مشاح بينه وبين غيره مشاحنة، ومشاحنة القلب أخطر من مشاحنة اللسان، فعليك أن يكون قلبك سليما ليس فيه شيء لأحد، سامح الناس، تعلم المسامحة من نبيك صلى الله عليه وسلم، كان لا يحب الانتقام ولا يحب التشفي، وكان يتنازل عن حقه ويتسامح صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كنت مظلوم في الدنيا فأنت أفضل حالا من الظالم، اعلم أن المظلوم في الدنيا حاله أفضل من الظالم. فإن كنت مظلوم في الدنيا فإن الله معك، فعليك أن تسامح من ظلمك، لأن من ظلمك جعلك مظلوم فجعلك في معية الله وجعلك دعاءك مستجاب، فقدم لك خدمة، فإذا كان قدم لك هذه الخدمة فلا أقل من أن تسامحه بقلبك لعل الله يتوب عليه، حتى لا تسيء سيدنا محمد في أمته. الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه قال: من نال مني أو علقت بذمته أبرأته لله شاكر منته، أأرى معوق امرئ يوم الحساب أم أن أسيء محمدا في أمته. فعلينا أن نتعلم هذا التسامح. كيف كان الإمام الشافعي رضي الله عنه نقي القلب، وهذا النقاء ورثه وراثة نبوية محمدية لصدق اتباع لهذا النبي، وكل تابع لهذا النبي لا يجد في قلبه شيء لأحد، يبيت ليس في قلبه شيء لأحد. فإذا كنت نائما في ليلة النصف من شعبان ليس في قلبك شيء لأحد، نائم لست مستيقظ عادي نائم، ولكن ليس في قلبك شيء لأحد، غفر لك وأعتقت من النار ببركة ما في قلبك. وإن كنت قائما تصلي عابدا طول ليلة النصف من شعبان وقلبك مملوء بالغل والحقد والمشاحنة والمباغضة فلا يغفر، فإياك إياك، فالدنيا مهما طالت قصيرة وكلنا سوف يفارقها، والله يعوض المظلوم يوم القيامة برزق دائم فوق ما كان قد أخذ منه في دنيا. فعليك أن تجعل عوضك على الله، وأن تتسامح مع الناس، خصوصا الأقارب، خصوصا الأقارب، ومن ظلمك في الإرث مثلا أو في قسمة مثلا أو في أي شيء، لأن أحيانا تدب المشاحنة بين الأخ وأبوه في تقسيم إرث، فعلى المظلوم في هذا التقسيم أن يسامح الأخ ويحمد الله أنه لم يخلق في قلبه الطمع الذي يجعله يظلم الأخ،
يحمد الله لأنه هو في حالة أحسن من أخيه الذي امتلأ قلبه بحب الدنيا والحرص عليها. فعليك أن تنظر إليه نظرك إلى المريض، نظر الشفقة لا نظر الذي يريد أن ينتقم ويريد أن يتبغض إليه وأن يتخلص منه. انظر إلى الأمور بحقائقها، ولا يكن نصيب من منعك شيء أن تكون نصيب أن يكون نصيبه منك الكراهية، لأن نعلم أن المانع هو الله، المانع هو الله ويسبب الأسباب، وكذلك المعطي هو الله ويسبب الأسباب. فلا تتشاجر مع الأسباب، ولكن سالم الأسباب استسلاما لمسبب الأسباب ورضا بقضاء الله. هذا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ترك بيوته وترك أمواله وهاجر من مكة إلى المدينة، ولما عاد إلى مكة ليفتحها لم يجد بيت يسكن فيه، كل بيوته أخذها عقيل بن عمي وباعها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لم يجد دارا يسكن فيها وقت فتح مكة. فنزل عند أم هانئ بنت عمه أخت سيدنا علي بن أبي طالب، وما زاد إلا أن قال: وأن ترك لنا عقيل من متاع أو من ديار فقط، ثم لم يلم أحد ولم يدعو على أحد. تنازل صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، وتنازل حتى عن حقه في أن ينتقم من أعدائه، فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. هكذا كان قلب نبيك حبيبك وقرة عينك. فعليك أن يكون قلبك مرآة موجهة إلى قلب هذا النبي، لينعكس ما في قلب هذا النبي في قلبك. اجعله قبلة قلبك صلى الله عليه وسلم، سر خلفه، فالمرء مرآة أخيه، فاجعله قبلتك ينطبع أخلاقه فيك صلى الله عليه وآله وسلم. فأول شيء في هذه الليلة أن تستعد لها بترك المشاحنة، فإن كان هناك بعض المخالفات أو المشاحنات بينك وبين غيرك فعليك أن تتصالح، أن تطلبه حتى في التليفون، مجرد طلب مكالمة سامحتك يكفيك هذا. وإذا كنت ترفع قضية مخاصمة مع أحد تنازل عنه، تنازل عنها، لأن القضاة الآن أصبحوا لا يستطيعون ولا يجدون وقتا حتى لمطالعة القضايا من كثرتها ومن كثرة التشاحن، عجزوا حتى عن مطالعة القضايا، حتى أن كثير من القضاة يحكم حكما جزافيا في الأول لأنه لا يستطيع أن يراجع كل ما أمامه، ويقول في الاستئناف يراجعونه من كثرة ما عليه من قضايا. فلعل تكون هذه الليلة استقبالها، يشعر القضاء أن هناك كثير من القضايا قد حلت بالصلح ببركة هذه الليلة المباركة، فإن الله لا يغفر للمشاحن. فكم من امرأة تشاحن طليقها، وكم من رجل يشاحن جاره، وكم من إنسان يشاحن خصمه، وكلهم من أمة نبينا، وكلهم يصلون صلاة واحدة إلى قبلة واحدة، ويؤمنون برب واحد، ويتبعون نبي واحد. فعلينا أن نترك المشاحنة والخصام، وترك المشاحنة والخصام يؤدي إلى الترابط وعدم فساد ذات البين التي تزعزع كل مجتمع وتضعفه، وتجعل أعداء الإسلام يسهل عليهم أن يخترقوا هذا البناء المزعزع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذا دخل الشقاق والمشاحنة هذا البنيان لا يشد بعضه بعضا، بل يسهل هدمه ويسهل القضاء عليه. واعلم أن الإسلام مرتبط بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كانت أمة النبي قوية كان الإسلام في الأرض قوي، وكلما كانت أمة الإسلام مزعزعة ضعيفة كان الإسلام مزعزعا ضعيفا، وكان سببا
للفتنة للكفار وشماتة الأعداء. فأول شيء تستعد أن تقابل هذه الليلة به أن تتنازل عن حقك لمن يشحنك وأن تصطلح معه، واعلم أن الله يعوضك الكثير. إن لم يعوضك في الدنيا بصلاح البال وحسن وهدوء الحال، يعوضك ببركة في الرزق وبثواب في الآخرة. خير من أن تأخذ قليل من حفنات التراب في الأرض التي سوف لا تأخذها معك في قبرك. إذا سامحته أخذت هذه المسامحة ودخلت معك قبرك تنوره لك، وإذا أخذت حقك في الدنيا تركته للورثة ولا يدخل شيء معك في قبرك. فاعلم أن المسامح، نقول المسامح كريم، والكرم صفة من صفات الله ظهرت في رسول الله فلتظهر فيك كما قلت لك. اجعله قبلة قلبك وقلبك مرآة تنطبع فيها صورة قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتتخلق بأخلاقه وتتحلى بشمائله صلى الله عليه وآله وسلم. فعليك أيها المسلم أن تترك المشاحنة، وإن كنت قاطعا للرحم فعليك أن تصل رحم، عليك أن تصل رحم ولو بمكالمة. وإن مكالمات المحمول الآن ليل نهار فيما لا طائل، فيما لا طائل يضيعون الناس أوقاتهم، ولكن مكالمة لتصل رحمك. إذا انقطع رحمك هي عبادة كبيرة، فعليك ألا تبخل بها. تنازل من علياء كبريائك، فإن الذي عنده كبرياء وكبر على المسلمين ويجد في نفسه الكبر أن يعتذر لفلان ويقول أنا أعتذر له، هذا القول نفسه لا يخرج إلا من قلب متكبر. ولذلك في هذه الليلة الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمتكبر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول فلا يغفر لمشاح ولا لمسبل إزار، وإسبال الإزار علامة الكبر يعني متكبر. والذي يمنع باستمرار الإنسان من أن يتنازل عن حقه للآخر أو أن يصل من قطعه من رحمه هو كبريائي، أن يرى في نفسه أنه كيف يتعامل بهذه المعاملة. الأولى أن كان يعامله معاملة تليق به، وكأنه يرى في نفسه قيمة وقدر وأنه لم يأخذ حقه. تنازل. الله سبحانه وتعالى يقول أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أدلة على المؤمنين مذلل، ليس من الذل بل من التذليل. لا تكن صعب كالطريق المزللة والدابة الزلول التي يركبها الإنسان فتطيعه وتذهب معه في كل مكان حيثما شاء. كن مع أخيك المسلم مذلل هكذا لا ذليل، فإن التنازل عن الحق ليس ذلا بل هو أقوى من أخذ الحق، لأنك تخالف نفسك التي تريد أن تنتصر، وتفطم نفسك من الشعور بالتزكية وأنك أولى بهذا الحق من غيرك. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. فالذي يمنعك من أن تصل من قطعك من رحمك هو رؤيتك كبرياء نفسك. اترك هذا الكبرياء، كن مذللا للمسلمين. النبي يقول لينوا في أيدي إخوانكم. كان النبي يقبل عذر المعتذر وكان لا يلوم أحد صلى الله عليه وسلم. يأتيه يعتذر فلا يلومه، لما فعلت ذلك حتى تعتذر؟ يقبل العذر دون أن يلوم. وأحيانا كان يأتيه من يعتذر وقد أراد أن يقتله وقد هجاه بأشعار انتشرت في جزيرة العرب، الكل يقرأها ويقولها، وبالرغم من ذلك إذا جاءه يعتذر قبل عذره ولا يلومه ولا يقول له لقد قلت كذا وفعلت كذا، لقد زممتني أمام الناس ثم تأتي تعتذر إلي بيني وبينك. هذا لا يقوله استثناء، وهذا كله نقوله لبعضنا البعض. يقول الآخر إذا جاءك يعتذر ما
بينك وبين تقول تشتمني أمام الناس وما تعتذر بيني وبينك، أنا لا أقبل ذلك إلا أن تعتذر لي أمام الناس. اقبل العذر مباشرة، هذه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تعجز من أمامك. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة الكريمة، وكان يريد أمته أن تكون على هذه الحالة الكريمة. ولو تمثلت الأمة بهذه الأخلاق الكريمة ما وجد أعداؤها طريقا للوصول إليهم، ولا لضعف شوكتهم ولا للنيل منهم أبدا، بل هم ينالون منهم من خلال مخالفتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في السلوك وفي الطاعة وفي التنازل عن الحق وفي التذلل للآخرين. والتذلل ليس من الذل ولكن من الانقياد وسرعة قبول العذر. هكذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم. أما من ناحية العزة فالنبي أعز خلق الله، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فتنازلك عن حقك ليس ذلا بل هو عزة في الحقيقة، فالله سبحانه وتعالى يكسبك عزة ويكسبك محبة في قلوب الآخرين، وينزع من قلبك الحقد وشهوة الانتقام. فإذا زال ذلك كله من قلبك كنت في عبادتك مع الله، لأن الذي يشوشك في العبادة هي الخصومة التي تكون فيها خارج العبادة. فإن كنت في خصومة خارج العبادة، إذا دخلت في الصلاة كيف تصلي وقلبك خاشع؟ يستحيل أن تصلي وقلبك خاشع إلا إن كنت عن اللغو المعرض والمشاحنات من اللغو. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فاعلم أن كل مشاحن لا تروق له صلاة أبدا، لأن قلبه يغلي بالمشاحنة وهو يصلي، فكيف يعقل صلاته؟ وكيف عندما يقول يا ربي يا ربي يقول له الله لبيك، بل يقول له لا لبيك ولا سعديك. لكن كلما سامحت الناس سامحك الله، وكلما عفوت عن الناس عفى عنك الله، فكما تحب أن يعاملك الله عامل الخلق. فالله لا يغفر لمشاحن في هذه الليلة، وكذلك لا يغفر لقاطع رحم، وكذلك لا يغفر لمتكبر، وكذلك لا يغفر لعاق والديك. لابد أن تدخل السرور على قلب والديك، وأن تستسمحهم وأن تطيعهم وأن تشعرهم أنك بالنسبة لهم مهما كنت كبير في السن ما زلت الابن الصغير الذي يطيع ويسمع ويحرص على طاعتهم. ولا تقول أنك قد صرت رجلا كبيرا كيف يتحكم فيك والدك، فهو ما زال والدك طالما حيا. عليك أن تطيعه وأن تدخل السرور على قلبه وأن تحرص على ذلك، وكذلك الأم، وإلا حرمت من المغفرة في هذه الليلة. فإن كان الوالد والوالدة قد ماتوا فعليك أن تكثر الدعاء لهما وأن تبرأ أقاربهما وتودهما، فإن من أبر البر ود الرجل أهل ود أبيه، هذا بعد وفاته. وكذلك في هذه الليلة لا يغفر الله لمدمن خمر. والآن انتشر إدمان الترامادول بين كثير من طوائف الشباب، لا يستطيع أن يذهب للعمل إلا أن يتعاطى الترامادول، فأصبح الترامادول من ضمن المدمن الخمر. أصبح خمر هذا العصر هو الترامادول وما شبهه بقى من أشياء كثيرة. اسأل المدمنون يتكلمون عنك ويعلمون من هذه الأشياء أكثر مما يعلمه حتى الأطباء. فعليك إن كنت من هؤلاء أن تترك ما تدمنه، فإنك إذا أدمنت شيء صرت عبدا لهذا الشيء. كن عبدا لله، كن حرا، خلقك الله حرا، فلا تجعل عبوديتك لدواء أو لعادة أو لخمر. وأيضا شرب الدخان نوع من الإدمان. الآن في هذا العصر في كتب الطب اعتبروا أن التدخين نوع من الإدمان، ومنذ حوالي 50 عاما كانوا يعتبرون أن التدخين عادة وليس إدمانا، منذ 50 عاما. ولكن شياطين الإنس في صناعة التنباك والدخان أضافوا لهذا التنباك
بعض المركبات التي تعطيها نكهة وتؤثر في متعاطيها حتى تجعله مدمنا لها حتى يطمئن أنه لابد أن تبعث العدوى. فغيروا حتى في صناعة التدخين. كان التدخين منذ 100 عام يستعمله الناس كما يستعملون الشراب والعصير والفواكه. أحيانا كانوا يطيبون حتى به رائحة أنفاسهم لأنه كان نبات طيب الرائحة. ولكن عندما تغيرت صناعة التنبات وصاروا بعد ذلك يخمرونه وينكسونه ببعض الخمور أيضا ويضيفون إليه بعض المواد فصار خبيث الرائحة وصار أيضا يؤدي إلى الإدمان وصار أيضا يضر بالصحة وصار أيضا يستهلك الموارد والأموال فصار محرما من جهات عديدة. فلا تلتفت لفتاوى العلماء في التدخين منذ 150 عاما وتقول أنه بعض العلماء قالوا أنه مباح لأنه تغير طريقة الصناعة وتغيرت الأحوال ويتغير الحكم بتغير الحال. فأيضا مدمن التدخين يدخل في هذا الحديث وعليك أن تترك التدخين فإنها عادة خبيثة ورائحة كريهة تخرج من فمك وإدمان يؤثر على سلوكك وعلى نشاطك وإقبالك على الحياة وأيضا يستهلك مواردك الصحية والمالية فيعجز كثير من الناس في وقت شبابهم على سن 40. اذهب إلى معهد الأورام وهو قريب منك، ادخل إلى عنبر سرطان الفم وسرطان اللسان وسرطان البلعوم وسرطان الرئة، تجد عشرات المرضى في سن 30 إلى 40 بسبب التدخين. عشرات المرضى حرموا من السعي لطلب الرزق وتربية أبنائهم، ثم بعد ذلك تتشرد الأسرة. وأيضا أنهكوا حكومتنا وهي حكومة منهكة أصلا بما فيها من فساد عريض من سلوك كثير من الموظفين فيها على مدى عقود كثيرة ماضية، أنهكوها في استجلاب الأدوية لعلاج مثل هذه الأمراض التي هي أصلا ما يقوس من شفائها. فضيع موارد الدولة وموارد أسرته وصحته وعافيته كل ذلك من أجل أن يدخن. فهذا تصرف أحمق، فأنا لا أجد في هذا الزمان أحمق من المدخن بعد ظهور مثل هذه الأشياء. إنسان أحمق، والحمق نوع من السفه، فلا تكن سفيه، إياك إياك، كن عاقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هكذا يعلمه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. والمدخن حريص على ما يضره ولا يستعين بالله لأن الله لا يطلب منه أن يدخن. والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والتدخين سم قاتل ولكن يؤثر بعد 20 سنة وبعد 15 عام وبعد 30 عام، هو سم قاتل وله أثر كبير على الشرايين وتدفق الدم في شرايين الأطراف. فكم من إنسان فقد أطرافه وقطعت قدمه وقطعت يده وبعض أصابعه بسبب التدخين أيضا، وكم من إنسان فقد قوة قلبه وعمليات قلب مفتوح وعمليات خطيرة، كل ذلك بسبب التدخين الذي سدد شرايين قلبه وشرايين سيقانه وشرايين أعضائه. ثم بعد ذلك يقول التدخين مكروه، بعض العلماء قال مباح. أي جاهل هذا؟ أي جاهل هذا وهو يرى أمامه مثل هذه الأشياء؟ وقد ثبت قطعا أنه ضار بالصحة وأنه مهلك للصحة ومهلك للمال، وثبت أيضا أنه يؤدي إلى الإدمان وليس عادة. فعليك أن تسارع وتترك ذلك قبل ليلة النصر إن شاء الله. أمامك 3 ليالي تقلع عن التدخين تماما حتى يدخل عليك رمضان وأنت لست أسيرا لهذه العادة السيئة القبيحة. قد تتعب قليلا عدة أيام وقد تسير عدة أسابيع، ولكن تتعب من أجل الوصول إلى صحة سليمة بعد ذلك، بدلا من أن تترك التدخين لأنك في العناية المركزة أو لأنك أصبت بمرض وداء عضال لا علاج له. اتركه قبل أن تصاب بهذا الداء
فإن المدخن سوف يأتي يوم من الأيام لابد أن يترك التدخين. فاتركه وأنت معافى قبل أن تتركه مجبورا وأنت مريض وأنت على فراش مرضك وعلى شفير قبرك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فعليك أيها المسلم أن تحرص على ما ينفعك وأن تستعين بالله ولا تعجز. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. أما بعد، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وكثير من المعاصي ضررها يعود على العاصي نفسه ولا ينسحب على غيره. والله يقول: لا تزر وازرة وزر أخرى. إلا التدخين فإن ضرره ينسحب على المدخن وعلى من بجوار المدخن، وهذا يسموه التدخين السلبي. التدخين السلبي يعني إذا دخلت أنت في مكان فقد فعلت معصية تضر بها نفسك، وفعلت معصية أخرى تضر بها من بجوارك. والنبي يقول: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وقد يكون بجوارك طفل رضيع يشم هذا الدخان، ما ذنبه؟ وقد يكون بجوارك سيدة حامل تشم الدخان، فما ذنبه؟ وقد يكون بجوارك إنسان عنده حساسية في صدره لا يستطيع أن يتنفس، وهو أصلا مخلوق من الهواء الجوي الملوث اصلا بسبب المصانع، ثم انت تلوثه اكثر بجواره فيختنق. فاذا اشتكى لك وقال: اطفئ السيجاره، تنظر اليه نظره غضبان وتقول: انا حر. لست حر، انت حر ما لم تضر، وقد ضررت من بجوارك. فعليك ايها المدخن ان تعلم انك تفعل معصيه ينسحب ضررها ليس عليك فقط بل على من تعيش معه. فإن كنت في أسرة تتأثر الزوجة والأولاد وهم أكثر الناس جيران لك، وكذلك يتأثر أقرانك في عملك، وكذلك من بجوارك في وسائل المواصلات. فعليك أيها المدخن ألا تكون بهذه الغفلة وبهذه السفاهة وبهذه التفاهة. ثم إن التدخين أيضا لاحظته أنا في مرضاي يعلم الإنسان الكذب. لاحظت ذلك في مرضاي، يأتيني المريض يعاني من السداد في الشرايين، فأقول له: عليك أن تترك التدخين وإلا سوف تقطع ساقك وتأخذ هذا الدواء. إن أخذت هذا الدواء مع التدخين لا يؤثر، عليك أن تترك التدخين تماما. ثم أتيني بعد شهر، ويأتيني بعد شهر أسأله، ويكون رجل كبير محترم: هل تركت التدخين؟ يقول: نعم تركت التدخين. وزوجته من خلفي تشير إلي الآن، وهي تعلمه الكذب. المدخنين كذبون بالتجربة والمعاملة والعشرة معهم من خلال المرضى المدخنين. كذبون كذبون، فهو يعوده على سوء الأخلاق، يعوده سوء الأخلاق. يقول للطبيب: أنا تركت التدخين، ويقول لأبنائي تركت التدخين، ويدخن في الحمام كالطفل كالشاب المراهق، يكون عنده 50 عاما إنسان ناضج ويفعل فعل المراهقين، فيدخن في الحمام حتى لا يرى ابنه فيفتن عليه عند الطبيب، وحتى لا ترى زوجته فتفتن عليه عند الطبيب، ثم يخرج بعد ذلك يمضمض فمه ويلعب أسنانه وكأنه يموه على الناس. أي فعل وعادة سيئة تخلق فيك هذه الصفات الذميمة. كن صريحا مع نفسك واترك هذه العادة الذميمة قبل أن تعلمك مساوئ الأخلاق.
ثم أيضا التدخين، لا يوجد مدمن حشيش ولا مدمن أفيون ولا مدمن خمر إلا لابد أن يكون مدخنا. اذهب إلى أي طبيب يعالج المدمنين أو أي مصحة لعلاج الإدمان تجدهم الكل مدخن أولا. فالتدخين هو أول خطوة للإدمان، للإدمان بالمركبات الأخرى، سواء كانت تعطى عن طريق الوريد أو تعطى عن طريق الأنف أو عن طريق الفم أو أي طريق آخر. لابد أولا أن يكون مدخنا حتى يسمح لنفسه أن يضيف مواد أخرى. فترك التدخين يمنع عنك باب كبير من أبواب المعاصي، ويحفظ عليك صحتك لتعبد الله وأنت معافى. أسوأ شيء تجده أثناء الحج، أثناء الحج ملبيا في عرفات لبيك اللهم لبيك وفي يده السجارة، ويضع في ملابس الإحرام علبة السجائر. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ وكيف على من تضحك؟ تضحك على ربك؟ فإن الملائكة تنفر من الرائحة الكريهة، فاعلم أن الملائكة لا تسكن مع مدخن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب، لأن الكلب رائحة كريهة. وأنا أقول لك قياسا على هذا، الملائكة لا تدخل بيت فيه مدخن، فيكفيك قياسا أن تقسم على الكلب لسوء الرائحة. فعليك أيها المسلم أن تعز نفسك وترفع همتك ولا تزل نفسك حتى أمام نفسك، فضلا أن تكون أمام أبنائك وزوجتك وجيرانك وأحبابك. عليك أن تقلع عن ذلك تماما. والله لو كنت مدخنا وتركت التدخين ووضعت المبلغ الذي كنت تدفعه ثمنا للسجائر كل يوم، ضعه عندك لمدة 10 سنوات، والله تستطيع أن تبني مسجدا، أو أن تربي يتيما، أو أن تزوج مسلما، أو أن تحج إلى بيت الله الحرام وأنت لا تستطيع الحج الآن. تستطيع أن تفعل الكثير. هناك مسجد في تركيا اسمه اسم غريب، كأني أكلت. اسم المسجد مسجد كأني أكلت. قصته غريبة. رجل كان رجل بسيط، كلما يشتهي طعاما يضع قيمته عنده يدخرها ويقول كأني أكلت، وظل يفعل ذلك سنوات طويلة حتى اجتمع عنده أموال طائلة اشترى بها قطعة أرض وبنى بها مسجد وسماه مسجد كأني أكلت. وكذلك إذا كنت مدخنا قل كأني دخنت، وخذ هذا المال واحتفظ به، واحتفظ به عندك. ثم انظر بعد عدة سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، والله تجد نفسك عند تجهيزك لبنتك تجد جهازها معك من أموال التدخين، دون أن تجد أي مشقة في تجهيز بنتك أو أن تحج بيت الله الحرام أو أن تشتري ما شئت. فإن المدخن الآن في هذا الزمن أقل ما ينفقه في اليوم أقل 10 جنيهات، أقل شيء، هناك من ينفق أكثر من ذلك. فعليك أيها المسلم أن تتأسى بهؤلاء الحكماء، وانظر وتذكر مسجد كأني أكلت، وضع مكانه كأني دخلت، فتترك التدخين وتجمع هذه الأموال تنفقها على يتيم، تنفقها حتى على أسرتك، على نفسك، تنفقها على أي شيء من أبواب الخير، وأبواب الخير كثيرة في بلد انتشر فيه الفقر وانتشرت فيه المجاعات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يسلمنا. في ليلة النصف من شعبان أيضا فيها مناسبة هامة، وهي تحويل القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فحولت القبلة في هذه الليلة المباركة حيث تم مراد النبي دون أن يسأل ربه، وكأن الله يشير إليك أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنبك في هذه الليلة حتى ولو أنت تسأله غفران الذنب، بس بشرط أن تكون أهلا لغفران الذنب، وأهليتك لأن تكون مغفورا ذنبك دون أن تسأل الله مغفرة الذنب ألا تكون مشاحن، وألا تكون قاطع رحم، وألا تكون متكبر، وألا تكون عاقل والديك، وألا تكون مدمن لعادة سيئة.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم وسائر المسلمين لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وذريتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم خلقنا بأحسن الأخلاق واصرف عنا سيء الأخلاق، فإنه لا يهدينا لأحسنها إلا أنت ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، تبارك ربنا وتعالى. اللهم آمنا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عنا وعن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم مولانا ومولى المسلمين. اللهم يا رب العالمين نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين الكفور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثغور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا ولم تبلغ أمنيتنا من خير وأتى أحدا من خلقك، أو خير أنت مقي أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه ونسألكه لرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لنا ولسائر المسلمين من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك لنا ولهم من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا أهلا لقبول الدعاء، وأهلا لعفوك ومغفرة القرآن ورفعان الطعام ومحاسن الأخلاق ما حينا، وتقبل ذلك منا يا رب العالمين، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، ويسر لنا الإقامة في حرمك وحرم نبيك ما حينا يا رب العالمين، واجعل مثوانا بجواره يا رب العالمين. ونسألك أن تيسر لنا صلاة في المسجد الأقصى يا رب العالمين. حرر المسجد الأقصى يا رب العالمين بقوتك وقهرك يا رب العالمين. اللهم يسر لنا صلاة في المسجد الأقصى قبل أن نموت يا رب العالمين، وتقبل ذلك منا برحمتك أرحم الراحمين. ويسر لنا عمرة من المسجد الأقصى إلى مكة المكرمة يا رب العالمين برحمتك أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا يعظكم واستغفروا يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.